الجذور ده، هات الجذور. الفكره كانت فين كلها ايه يا شباب لو تتذكروا كده؟ بقول لك مثلا ايه؟ هات لي الجذر التربيعي للاربعه. هتقول لي ايه؟ هتقول لي 2 وسالب 2، صح؟ اقول لك لا، احنا ممكن نلاقي كمان تعداد مركبه اكتر من الجذر حسب ما انا عايز. لو قلت لك مثلا هات لي الجذر التربيعي هتجيب لي جذرين. طب هات لي الجذر التكعيبي للاربعه. يعني عايز كم جذر يا شباب؟ 3 جذور لايه؟ للاربعه يا جماعه، 3 جذور. هات لي الجذر مثلا السابع، الجذر الثامن، الجذر العاشر للثمانيه. زي كده مثلا الجذر اهو الثامن مثلا يا جماعه ده رقم زي مين؟ الواحد. والله له 8 جذور، اعرف له 8 جذور زي ما انا عايز. هجيب 10 جذور زي ما انا عايز حسب ما يطلب مني في المساله. طب بالصيغه ازاي؟ شوف صيغه الجذور يا جماعه، اتفقنا مثلا الجذر الثامن ده معناه 1 اس 8. الجذر الثالث تكعيبي معناها 4 ضيق اس 3. الجذر التربيعي معناها 4 اس نص وهكذا. طيب الصيغه بشتغل بيها عامله ازاي؟ الصيغه يا شباب لما يجي لي عدد مركب في الصيغه دي، الصيغه الديكارتيه، احوله اول شيء للصيغه اللي هي القطبيه. بعدها اقول له زد بتساوي ار وافتح قوس كوزاين سيتا زائد اي ساين سيتا. طيب دي صيغه ايه؟ صيغه قطبيه بس لحد الان، صيغه قطبيه بس يا جماعه. لو قال لي مثلا هات لي الجذر ان من الجذور يا جماعه ده، طبعا له الجذر النوني له ان من الجذور. اقول له زد كده اس 1 على ايه؟ ان كنايه بقى عن اي عدد. هات لي الجذر الرابع مكان ان حط 4، الجذر الثامن مكان ان حط 8 يا جماعه. هيساوي ايه؟ اقول له ار اس كام يا شباب؟ اس 1 على ان، يعني جذر ان كمان. طيب وجوه اعمل ايه؟ اقول له كوزاين الزاويه اللي جبتها، الزاويه اللي هي سيتا يا جماعه ده زائد 2 باي كي على مين؟ على ان، زائد اي ساين سيتا برضو زائد 2 باي كي على ان. نحفظ يا جماعه الصيغه دي كويس جدا. الزاويه اللي جبتها زائد 2 باي كي على ان. ان هي ايه؟ زي ما قلت لك كده الجذور. انا مثلا هات الجذور الثمانيه للواحد الصحيح، يبقى يعني مكان ان 8 يا شباب، مكان ان 8. هات الجذور التكعيبيه يبقى على 3 جذور. شوف كده المثال اللي حل عليه مثال، بقول لك هنا ايه؟ اوجد كل اللي ركز معايا يا شباب الجذور ايه؟ التكعيبيه. عارف ان خط مش نظيف بس مش مشكله للواحد. بعد الواحد يا شباب ده هل له جذور 3 جذور تكعيبيه؟ هجيب 3 جذور تكعيبيه زي ما انا عايز. الرابعه 4 جذور براحتي حسب كل سؤال. اول شيء يا جماعه الواحد ده الواحد احوله للصوره ان هي واحد اهو، ده عدد مركب. اعرف اقول له بواحد عباره عن 1 زائد 0 اي. بقى مركب اهو، عندك الاي بواحد والبي بتساوي 6. اقدر اجيب الار واجيب السيتا واحوله لمين يا شباب؟ احوله للصوره القطبيه، صح؟ الار كده هاته بكام؟ الار هتساوي ايه؟ جذر التربيع، 1 تربيع بواحد وصفر تربيع بصفر. جذر واحد يعني هيساوي كام؟ 1. يبقى الار بتساوي ايه يا شباب؟ ها؟ الار بتساوي ايه؟ 1. طب وسيتا؟ اقول له تان ماينس 1 بي على ايه؟ صفر على 1 هيديني كام في الاخر يا جماعه؟ ما عملتش بالحاسبه يديلك صفر، الحاسبه يديلك ايه؟ صفر. يبقى الزاويه يا جماعه بصفر اهي. سهل عليها كتير جدا لما تلاقي حاجه زي دي، لما تلاقي الزاويه بصفر هتلاقي مساله بسيطه جدا جدا. وار بكام؟ بواحد كمان. يبقى زد اهو هيساوي ايه؟ نقول ار بواحد، ها؟ كوزاين. عايز اقول له بقى سيتا بصفر يبقى صفر زائد 2 باي كي على جذر اهو التكعيبي يعني 3 اقسم على 3 زائد اي ساين صفر زائد 2 باي كي على برضه عن كام يا جماعه؟ على 3. طالما هو صفر ملوش اي لازمه خالص اعرف اشيله خالص من المساله كده. اقدر اشيل الصفر خالص اهو ولا كانه موجود. صفر زائد ده شيله خالص. يبقى كوزين 2 باي كي على زائد اي ساين 2 باي كي. وبعدين انا عايز الجذر يا جماعه التكعيبي 3 جذور، اعوض عن كي اول حاجه بصفر ثم 1 ثم 2. قلنا بعوض عن كي يا جماعه لحد ان ناقص 1.
يعني مثلا هو الجذر التكعيبي عوض عن صفر واحد واثنين بس، اقل من ثلاثه بواحد. الجذر الخامس لحد اربعه بس واقف. اقول له اول حاجه لو كي بتساوي صفر يا جماعه، اجيب اول جذر معناها ايه دي؟ ار واحد اللي هو الجذر الاولاني هيساوي ايه؟ طبعا يا جماعه هنا دي واحد نص ثلث بواحد برضه. ما لهاش لازمه، مش لازم اكتبه خالص. الواحد ده ما هو لازم يتكتب. يبقى كوزاين، حط كيف صفر كده يا شباب، 2 باي في صفر بيعطينا صفر برضه. 2 ضرب باي ضرب صفر بصفر، يبقى كوزاين صفر زائد اي ساين صفر. كوزاين صفر بيدينا كام؟ زي ما قلنا قبل كده بيدينا واحد، وساين صفر بيدينا ايه؟ صفر. ماشي يا شباب؟ اللي ممكن متاكد منها ركز معايا كده، لما اعمل المحاور الاحداثيه يا جماعه، اكس دي يا جماعه زاويه صفر اهي، صفر اهي هنا كده. ده طالع عباره عن واحد وصفر. الكوزين بواحد والساين بصفر. جبت كده يا جماعه اول جذر من الثلاثه، اول جذر حصلت عليه اللي هو مين؟ الواحد اهو. اول جذر من جذور الواحد. طيب اجيب الجذر الثاني اعوض عن كي في كام؟ اقول له كي بتساوي واحد. عشان اجيب ايه؟ اجيب الجذر الثاني احط كي بتساوي واحد. الجذر بيساوي ايه؟ اقول له كوزاين، ها حط مكان الكي واحد. 2 ضرب باي ضرب واحد ب2 باي، يبقى 2 باي على 3 زائد اي ساين 2 باي على 3. عايز تجيبها بالحاسبه مش اي مشكله، احسبها بنفسك برضه عادي. تعوض عن باي ب 180 تعمل تقدير 60 عادي. 180 على اسم 3 فيها 6، 60 ب 2 120 يا جماعه. كان بقول لك كده ايه؟ كوزاين 120 120 زائد اي ساين 120. واشتغل في التقدير ان هو الستيني، تلاقي الحاسبه مكتوب عليها في الاخر فوق حرف الدي. تمام؟ لو هستعمل الباي يبقى الراديان، استعمل ده موجود فوق حرف الار، حرف الار كابتن كده يا جماعه في مربع، يبقى راديان. دي يبقى ديجري اللي هو 60. بالحسب مره واحده وخلاص. هي عمالها هتطلع لك ايه؟ كوزين 120 دي نفسها كوزين 60، وفي الربع الثاني ها كوزين سالبه، فهتساوي كام يا جماعه في كوزين 60؟ اقول له سالب نص. ساين 60 طبعا موجبه في الربع الثاني، الساين موجبه. الساين بجزء على كام؟ على 2 اي. وده الجذر الثاني يا جماعه، ده الجذر الثاني. طبعا الناس مش عارفه انا جبته ده منين، اللي مش واخد مركز معايا اقول له كوزاين 120 هيساوي كام؟ سالب نص يا جماعه، ده قلت لك اهو سالب نص. طب ساين 120 امسح ساين 120 انتهى البسطجات كده على كام؟ على 2. وده يا جماعه اللي هو مين؟ ده كده الجذر الثاني يا جماعه، الجذر الثاني جبته. واضح؟ طيب عايز اجيب الجذر الثالث. كيف اجيبه يا جماعه؟ اعوض عن كي بتساوي 2. وده اخر جذر اهو. يبقى عندك الار بتساوي، عايز اكتب ده في جنب هنا، ده هكتبه هنا. يبقى سالب نص زائد جذر 3 على 2 اي. وقلنا ده هو الجذر اللي هو يا جماعه في الثاني. اهو. نمسح بس ده عشان نستغل الصفحه. يلا يا شباب. لما كي بتساوي 2 يا جماعه اهو، اجيب الجذر الثالث ار 3 هتساوي ايه؟ هحط مكان كي ب 2 كي هنا اخليها 2 يا جماعه. يبقى 2 ضرب 2 ب 4. يبقى اقول له كوزاين 4 باي على 3 زائد اي ساين 4 باي على 3. استعمل فيها الحاسبه عادي جدا، وخلي الباي دي بالديجري بالراديان مش اي مشكله خالص. براحتك عادي يا جماعه، استعمل اللي انت عايزه. عايز استعمل مثلا الباي اقول له ايه؟ اول شيء الحاسبه عندك عشان كده عليها حرف ايه؟ حرف الدي. حرف الدي ديجري درجات يعني 60. احولها اقول له ايه؟ شيفت مود اختار 4 اللي هي ايه؟ راديانا ايه؟ بقت ار يا جماعه، بقت ار. يلا يبقى هستعمل بدل ما اكتب 180 و120 وكلام من ده، لا اكتب الباي زي ما هي يا جماعه. الباي زي ما هي. بيقول لك 4 باي على كام؟ على 3. اقول له كوزاين ها كسر 4
باي بيعملها ازاي؟ اقول له شيفت وضرب 10 تحت دي، انزل تحت 3 هيديني كام يا شباب؟ سالب نص، سالب نص، يلا سالب نص. طب والثانيه ساين 4 بيه على 3، الساين يا شباب امسح ده خالص، اقول له ساين. فاهمين يا شباب الكلام ده؟ على فكره الكلام سهل جدا اهو، شيفت ضرب باي على 3 تحت، كلام بسيط جدا. يساوي سالب جذر على 2، سالب جذر 3 على 2 بس اي برضه يا جماعه اهو، يبقى كده جبت الجذور من ايه؟ كلها ده الثالث اهو. طيب يا جماعه كيف تيجي في الامتحان ديت؟ ازاي تيجي في الامتحان؟ في اختبار طبعا جالك سؤال اختياري، مش هطلب منك كل ده، لا هجيب لك اقول لك ايه؟ من الجذور التكعيبيه للواحد واجيب لك خيارات، واحد من دول في الدراسه يا شباب. من الجذور الثمانيه مثلا للخمسه، رقم خمسه مثلا يا جماعه اهو، واجيب لك برضه جذور مختلفه اختار منهم واحد ينفع مناسب منهم، تمام؟ في الغالب في الغالب بيكون اول واحد يكون ايه؟ اللي هو اللي كان بيساوي صفر، اللي هو اول واحد غالبا يعني عشان التسهيل بس. ماشي يا شباب؟ لو حتى قلت الجذر الثامن، الجذر الخامس، الرابع، كام ده؟ لا هتعوض بكيف صفر ان شاء الله هتلاقي ايه الحل. بالنسبه يا شباب لاختبار الفتره ان شاء الله في الوحده الثانيه اللي احنا شغالين فيها دلوقتي حام بس. فمن اليوم لحد يوم الربوع مراجعه بعد الدرس ده على مين؟ على الوحده الثانيه كلها. تمام؟ هنحل فيها ان شاء الله اختبار التمارين ثم تدريبات الايه؟ دليل المراجعه من بعد كده. نبدا بقى يا جماعه المراجعه، الدرس كده مفهوم؟ مفهوم يا شباب؟ ها؟ ايوه يا استاذ. طيب شوف بقى الدرس يا جماعه، نبدا بقى التمارين صفحه 76. انت الكل يشارك معايا، ركز معايا. يلا بقول لك هنا ايه؟ الله يسعدك يا ماجد، انت دايما بترد عليا بتسعدني بصراحه. بردك حتى لو ما جاوبت. بس بتقول لي احنا معاك يا استاذ، فاهمين يا استاذ، بتشجعنا حتى على الكلام. يلا يا جماعه بقول لك هنا ايه؟ صفحه 76 رقم 1، مثل كل عدد مما ياتي في المستوى المركب واوجد قيمته المطلقه. يعني طوله يا جماعه كم مطلقه؟ يعني اوجد طول، اوجد ايه؟ المقياس بمعنى صح، المقياس. لو هو متجه يبقى متجه. ناخد مثلا رقم كام؟ ولتكن مثلا رقم 4. 4 بيقول لك يا جماعه رقم 4 زد بتساوي 2 ناقص 5 اي، زد بتساوي 2 ناقص 5 اي. عارفين يا جماعه ان ده الاي وده الاثنين اللي هي الاي والبي هي مين؟ سالب 5. طيب المستوى المركب اعمل ايه؟ ارسم مستوى مركب عادي جدا اهو، احداثيات زي كده مثلا اهو، عايز من ده اسميه مستوى ايه؟ المحور الحقيقي وده المحور التخيلي اللي هو الاي. هنا ارقام 1 2 3 4 مش عارف كم، 200 بس. 1 2 3 4 5 5 يا شباب ابو تحت. 1 2 3 4 5 بس بالسالب. ايوه يا شباب. طيب امثله ازاي؟ النقطه اللي فيها 2 وسالب 5 عادي يا جماعه، امثل النقطه عادي خالص، هي 2 وسالب 5 كاحداثيات. فين هي؟ 2 من الاكس يا جماعه، 2 من الاكس و5 تحت هنا كده يا جماعه، هنا كده اوصل بس يا جماعه كده اهي ويحفظ مين اهو، دي النقطه اللي هي 2 وسالب 5. طيب قول لي اوجد ايه؟ ارقام المتلقى اللي هي المقياس، يعني مقياس زد هيساوي الجذر التربيع الاول تربيع 2 تربيع ب 4 و5 تربيع ب 25، يعني هيساوي جذر كام؟ جذر 29. اذا عملتها بالحسب هتجي لك تقريبا 5 وايه؟ و4 من 10 كده تقريبا يعني اهو. فتجيب جذر 29 حسب معانا اهي. حولها 5 و3 من 10 بالتقريب يا جماعه برضه اهو، يساوي 5 وايه؟ و4 من 10. ماشي يا شباب؟ دي اول فكره. طبعا لو في فكره صعبه قول لي اعيدها تاني عشان ايه؟ هسيبها دلوقتي، يعني ما فكره معاك سهله خلاص شوف اللي بعدها. تمام؟ نحلك بركات. رقم 7 يا جماعه، رقم 7 بقول لك فيها ايه؟ تعطي القوه المؤثره على الجسم بالعلاقه زد بتساوي 10 زائد 15 اي.
زد قوة يا جماعة، قوة زد بتساوي 10 زائد 15 اي. طيب حيث قياس كل مركبة للقوة بالنيوتن طبعا عارفين. قول لي مثل زد كمتجه في مستوى مركب ثم اوجد طوله واتجاهه. طوله عرفناه، انما ايه اتجاهه؟ هفكرك بيها برضه ان شاء الله. اول شيء يا جماعه نمثل المستوى ده في الايه؟ نمثل على المركب ده في مستوى الاحداث. يلا. قلنا اهو ده المحور ار وده المحور اي. 10 15 اقدر اقول له ايه؟ اقول له هنا مثلا 5 10 عادي. هنا 5 برضه 10 15 20 وهكذا يا جماعه. النقطة اللي هي 10 و15 فين احداثياتها؟ هي 10 من الاكس او 10 من الار معلش، و5 و15 من كام؟ من اي يا شباب؟ ومثلها بايه؟ زي كده يا جماعه، زي كده كمتجه اهو، كمتجه. قال لي كمان اوجد طوله. طوله هو نفس المقياس يا شباب، هو نفس المقياس اللي هي نفسها كمان الار يعني الجذر التربيع. يلا ربع الاول 10 تربيع ب 100، ربع ال 15 بكام يا جماعه؟ ها ب 200 5 وايه؟ 200 25. اجمع كله يبقى جذر 325. مش عارفينها دي، نديها في الحسبه. اقول له جذر كام؟ جذر 325 18 و2% يساوي تقريبا اهو 18. طيب طلب مني كمان ايه؟ ها الزاويه يا جماعه، ده الزاويه دي بكام؟ الزاويه سيتا دي بكام؟ نعمل ايه يا شباب؟ استعمل التان زي ما قلنا قبل كل مره. سيتا بتساوي ايه؟ اقول له تان ماينس 1 البي على ايه؟ البي اللي هي 15، ال اللي هي 10، ف 15 على كام يا جماعه؟ على 10 زي ما هي في الحاسبه. اقول له كده على طول، عايز اقول له شيفت تان ال ماينس 1 شيفت تان كام؟ فوق 15 وتحت 15 تحت ايه يا جماعه؟ 10 تساوي طالعه من ايه بعد الزاويه دي؟ خلي بالك انا شغال في على الحاسبه بالراديان. طب انا عايز احولها لايه؟ درجات 60 وكلام من ده. عايز اقول له شيفت مود كده اختار 3 كده بقى الدرجات يا جماعه. اقول له يساوي ثاني طلع بكام؟ 56 3 من 10 الزاويه يا جماعه. بس ده بتساوي 56 3 من 10 درجه. حبيت تجيبها بالراديان انك بتساوي 9 من 10 يا جماعه راديان. 9 من 10 راديان زي كده يا جماعه. طبعا حاجات بسيطه سهله بفكرك باللي فات لان كل هيك اختبار منه ان شاء الله يوم الاحد الجاي. يقول لك هنا ايه؟ عبر عن كل عدد مركب بما ياتي بالصوره القطبيه. نختار برضه منها سؤال. اتمنى حد يشارك معايا يا جماعه، اتمنى مشاركتكم. شوف رقم 8 قلناها قبل كده، رقم 9 ما قلناها، بيقول لي سالب 2 زائد اي بس. طبعا الاي سالب 2، البي بتساوي 1. بيقول لي يا جماعه عبر بالصوره القطبيه عن ايه؟ يعني هات لي المقياس وهات لي كمان ايه؟ السعه. المقياس اللي هو الار والسعه اللي هي مين؟ الزاويه سيتا. ماشي يا عبد الهادي؟ مين يجيبها يا جماعه؟ يلا مين هيحل معايا؟ يلا يا شباب المدرسه، ها انتوا قدوه اللي جاي بعدكم كلكم. يلا عبد الرحمن، عبد الرحمن كم سنه؟ يا عبد الرحمن هلا هلا يا استاذ. يلا يا بطل هات لنا كده الار. ار بتساوي جيبها ازاي؟ شو اسمه ده جذر؟ ايوه 2 تربيع. 2 تربيع يعني 4 يعني 4 و اي تربيع يعني لا مش اي سالب 1. خلي بالك انا مش اي، الرقم اللي جنب الاي واحد الواحد. ما تلخبطش نفسك بس أو. يعني هنا ايه؟ الرقم ده عباره عن خلي بالك زد تقول له اي زائد البي اي. انا بربع الـ A وبربع الـ B مش لعب الـ A خالص. يبقى في اخر جذر 5 جبت خالص جذر 5. طيب عايز اجيب السيتا بقى. السيتا اللي هي السعه الزاويه
اقول له tan minus 1 كام؟ tan minus 1 b على a. b على a. يعني خلي بالك في حاجه نقطه كمان، الاكس موجب ولا سالب؟ الاي موجب ولا سالب؟ الاي ليه سالب؟ نعمل ايه لما يكون سالب؟ شر عادي زود عليها 180. لما كنت سالب يا جماعه سالب اكيد يعني اقول له زائد 180 او زائد ايه لو شغال بنظام اللي هو الراديان زائد باي زائد البيعات. ماشي يبقى تان ماينس 1 بي بواحد والاي بسالب 2 اعمل قوس كده يا جماعه زائد 180 لازم كده يا شباب تاكد من حلك اهو. الفكره سؤال زي ده لما يجي لك الامتحان الفكره فيه هي ال 180 ده الكل عارف ان ستيب بتساوي باي على تان ماينس 1 بي على ايه او واي على اكس. لكن مين يجيب دي؟ اللي واخد باله بس من الاشارات اشاره الاكس يا شباب لو كانت سالبه ازود 180 على الزاويه اللي جبتها. اقول له شيفت تان اهي مش عارف خلاص شيفت تان طلع ايه بسالب نص كسر فوق مثلا واحد وتحت كان سالب ايه؟ سالب 2 ما هتفرق الاشاره فين يا شباب؟ ما هتفرق زائد بره لا تنسى 180. لو شغال على الحاسبه نظام راديان الحاسبه عندك يعني فوق هنا حرف الار مكان حرف الدي اقول له ايه؟ بدل 180 اقول له باي اكتب باي هيساوي يا جماعه زي ما طلعت بكام؟ 153 هتساوي 153 3 من 10 او 4 من 10 دي ازاي يا جماعه؟ طيب اكتب ازاي برضه يا جماعه كسر اقول له اهو سالب 2 زائد اي اللي هي الصوره الديكارتيه بتساوي الار ار بجذر 5 افتح قوس كوزاين ثيتا 153 زائد اي ساين برضه الزاويه 153 3 من 4 من 10 بس هي كده بس يا جماعه حولتها من الصوره الديكارتيه إذا الصورة هي القطبية. واضحة يا محترمين خلاص سهلة؟ إذا سهلة شوف الحاجة اللي بعدها على طول. شوف الشيء اللي بعده. يقول لي هنا إيه؟ مثل كل عدد مركب مما يأتي في المستوى القطبي. إحنا خدنا المستوى الإحداثي، خدنا المستوى المركب، والمستوى اللي هو كمان القطبي. كيف يا جماعة المستوى القطبي عامل إزاي؟ عبارة عن محور قطبي زي كده وهنا قطب. مكان نقطة الأصل أسميه قطب يا شباب. وبرسم دورات لكل واحدة حسب ضربة مزاجي يعني كيفي. أرسم دورات يا جماعة أهو. مثلا الدورة الأولى، الثانية، الثالثة، براحتك زي ما أنت عايز. على حسب العدد اللي أنت عايزه يا جماعة، زي كده أهو. طيب، السؤال عندك بيقول لك إيه؟ شوف كده بيقول لك هنا. أربعة، افتح قوس، كوزاين باي على ثلاثة، كوزاين باي على ثلاثة، زائد أي. ساين باي على ثلاثة. يا شباب ازاي المسافة في المستوى القطبي يا جماعة دي؟ الأرض أهي الأربعة دي اللي هي الأرض نفسها الأر اللي هي الدورات. أنا قلت من دلوقتي مثلا إن أنا هكتب إيه؟ دي دورة رقم واحد، دي اثنين، دي ثلاثة، أربعة، خمسة. افرض مثلا عندك أرقام كبيرة بدل أربعة جايب لك ثمانية مثلا. أكتب الأولى اثنين، أربعة، ستة، ثمانية عادي. براحتك كيف ده يا شباب. طيب بعد كده اشوف الزاويه. لو جاي نعمل الزاويه دي يا شباب الزاويه الاول اهي مثلا تبقى الاحمر اتذكر تبقى قسمها كده اقول لك ده كل زاويه بينها الثانيه مثلا 30 اللي هي باي على كام؟ على 6 اللي بعدها ده ايه؟ باي على كام؟ على 3 اللي هي اضرب كل مره زود باي على 6 يعني. الدوره الرابعه يا شباب فين الرابعه؟ عد 1 2 3 4 اهي دي يا جماعه نقطه واضح كده انا كده مثلتها حبيت اظهرها اكتر بقلم بس تخين شويه وايه زي كده كان المسافه دي يا جماعه دي ار اهي دي اربع دورات وايه والزاويه بيها على 3 بس كده يا شباب دي الفكره اللي فيها برضه كيف تيجي في الامتحان بيجي لك رسمه موجوده جاهزه تختار انت الحاجات دي تختار دي مين فيهم يناسبها يا شباب؟ الرسمه بتجي لك جاهزه وتختار. ده الفترة الثانية ولا ايه؟
معلش يا شباب، الفصل الثاني جه فنتطرق في حصه على كده بكره ان شاء الله نكمل باذن الله يا جماعه تمارين وايه ومراجعه بإذن باذن الله. الله. مع السلامة. سلام يا شباب. سلام.